رقم 20 ومحمود عبد الحكيم رقم 10، بينما ثنائي خط الهجوم في تشكيلة المصري كما نتابع هنا على الصورة يتواجد اللاعب إيهاب المصري رقم 25 وعبد الله سيسي رقم في الدفاع، محمد سمير رقم 5 واللاعب أحمد رضا رقم 15، محمد أبو زيد في اليمين رقم 23، وفي اليسار يتواجد محمد بالمصري متمثلة في وجود المدير الفني طلعت يوسف. لحظات وندخل إلى أجواء الحديد. هنا بالفعل بدأت أحداث المباراة مشاهدينا عشاق الساحرة المستديرة متابعينا الأوفياء سموحة. مباراة نتوقع أن تكون مثيرة وجميلة، ودائما لقاءات الفريقين معا خلال مواجهتين السابقتين شفنا طبعا 7 أهداف في لقاءات الفريقين معا، رباعية في اللقاء الأول، ثلاثية في اللقاء الثاني، وتدخل قوي كما نتابع على الصورة من اللاعب الكاميروني محمد فيليكس. نتابع هنا اللقاء، كرة مع فريق سموحة ملعوبة داخل حدود منطقة الجزاء، رأسية تأتي في محاولة حمد خليفة، بيغيب اليوم عن هذا اللقاء مؤمن زكريا وأحمد مجدي وكذلك أحمد شرويدة، بالإضافة إلى اللاعب محمود شاكر عبد الفتاح القادم إلى هذا الفريق. يلعب الكرة على القائم الأول، ترتد وتعود، القائم الأقرب هنا كان يتواجد اللاعب أيمن سعيد، أرسل محمد العربي في ظل غياب الرقابة الدفاعية وعدم التمركز الجيد، والكل اعتقد على أن عبد الله سيسي كان في وضعية تسلل، ولكن من خلال الإعادة كما تابعنا في النهاية اليمنى أحمد فوزي لعب الجناح الأيمن، أحمد فوزي هو من صنع الهدف الأول المصري البورسعيدي. نيمي عبد الرازق مدير الفني اللي أمامنا على الصورة كانت ترددت بعد الأنباء والتقارير والأخبار التي جاءت إلينا، ربما يترك الفريق أو يتم الاستغناء عنه خطأ لمصلحة فريق سموحة في محاولة خطيرة، يأتي التعادل داخل الشباك، يتعادل اللاعب مارك موبوا يتعادل داخل الشباك، يسجل هدف التعادل من خلال الكرات الثابتة، ينجح فريق سموحة في العودة إلى المباراة مع مطلع الدقيقة 33 كما نتابع ونلاحظ هنا في الإعادة من خلال كرة ثابتة ملعوبة من اللاعب أحمد حمودي داخل حدود منطقة الجزاء، وبرأسية تأتي من اللاعب مارك يعطي هنا ماركة مسجلة في إحدى اللقطات التي تابعناها من خلال الإعادة من أحداث الشوط الأول. أدي حوار فني خارج الخطوط، ميمي عبد الرازق وبحماسة شديد يتحاور مع الرابعة ثاني لقاءات هذه الجولة، تعادل 1-1، كرة ملعوبة داخل منطقة انتهية إلى محمود في محاولة خطيرة تصويبة، ولكن التفوق الدفاعي وكرة تصطدم باللاعب محمد سمير وتحاول مرة ثانية إلى فريق المصري. تعادل اللاعب الكاميروني صاحب القميص رقم 14 واللي أمامنا على الصورة لفريق سموحة في الدقيقة 33 برأسية على يمين الحارس أحمد الشناوي في الشوط الثاني. يعني وده شغل يحصل طبعا للكابتن ميمي، يعني إن هو عامل زيادة عنده عددية في نص الملعب وللهجوم كمان، وده الهدف طبعا. مرت مني ودقيقتين، فيش تبديلات حصلت، مواجهة فنية خارج الخطوط ما بين طلعت يوسف المدير الفني لفريق المصري، وفي الجانب الآخر يتواجد المدير الفني ميمي عبد الرازق في القيادة الفنية لفريق سموحة. هذا اللاعب أحمد الشناوي يلعب الكرة في منتصف ملعب فريق سموحة، تصل عند اللاعب محمود عبد الحكيم، مقطوعة ترتد وتعود إلى فريق سموحة، في بداية على ما يبدو أنه اللاعب جودون إترام، اللاعب جودون إترام أو صامو الإفوام هو من يعني نجح في لعب الياسو، اللاعب اللي أمامنا غامر ويريد أن يتحاور مع شباك الحارس أحمد الشناوي، ولكن تسديدة حمودي تجد أحمد الشناوي. ماركي موبوا، محمد أبو زيد وسط الملعب، طارق حامد تبديل وحيد أجرى المصري، كرة مع اللاعب صامو المقطوعة وتعود، حكم اللقاء هنا إبراهيم نور الدين يعطي مبدأ إتاحة الفرصة عند اللاعب مارك موبوا، مارك كرة في اليمين عند اللاعب هاني، يعود إلى الخلف عند اللاعب أبو زيد، ضغط يأتي من اللاعب محمود عبد الحكيم ومن مدافعي فريق المصري كما نتابع في محاولة، والحائط البشري على مسافة 10 ياردات، كرة مواجهة لمرمى الحارس محمد العربي، اللاعب عبد الله السيسي، كرة في الجانب الأيمن من ناحية هجوم مرتد معاكس يعني مثالي، حمد العربي يبدأ، مارك موبا، أحمد حمودي، في شتاء 2011 قد لا تختلف عن عواصف الشتاء في 2010، هذا هو رصيده إلى 8 نقاط، وبالتالي سيحتل الصدارة ويترفع على قمة جدول الترتيب.
بفارق نقطتين على فريقي الجونه واتحاد الشرطه. تعادل ايجابي 1-1. ميمي عبد الرازق مدير الفني لدى فريق سموحه، واحد من ابناء بورسعيد. منتصف احداث الشوط الثاني مره مشاهدينا، تعادل ايجابي 1-1. مباراة تتوقف كما نتابع على الصورة، ويبدو أن هناك تبديل أول في تشكيلة فريق سموحة. اللاعب الأمام إبراهيم عبد الخالق يحل بديلا للاعب مارك موبا صاحب هدف التعديل في محاولة لإحكام الرقابة التحكيمية على هذه المباراة وفرض هيمنته وسيطرته بشكل قانوني. نتمنى أن يكون هناك هدوء سواء داخل الملعب حتى لا تأتي الإثارة لدى الجماهير الحاضرة هنا في مدرجات هذا الملعب. حكيم محمود عبد الحكيم نتمنى ان يكون حكيم في تصرفاته لمصلحه فريق سموحه. ركله مرمى لمصلحه فريق سموحه. نتمنى ان يكون هناك هدوء من قبل من اجل يعني الحفاظ على سلامه اللاعبين. في دوري مثير بالتاكيد. نلعب في الجولة الرابعة بالتأكيد. نحن في حاجة إلى الانضباط. جماهير مصر الثائرة، جماهير التي تبحث عن فوز، وحتى لو لم يتحقق الفوز فربما يبحث هذا الجمهور عن فوز في لقاءات أخرى. بالتأكيد الدوري ما زال طويل، مصري لديه 5 نقاط ومن يتصدر قمة الترتيب لديه 6 نقاط، ولكن على ما يبدو أن هناك إصابة أو حالة إغماء لأحد مشجعي فريق المصري. نتمنى له السلامة كما نتابع على الصورة في محاولة لنقل هذا المشجع إلى عربة الإسعاف. بالتأكيد كما نتابع على الصورة نتمنى أن يعود الهدوء إلى يحسن من أدائه في الشوط الثاني بعد مرور 21 دقيقة. الآن نلعب في الدقيقة 28، مباراة متوقفة مشاهدينا متابعينا. مباراة متوقفة وصورة لا تحتاج إلى تعليق. بالتأكيد صورة لا تحتاج إلى تعليق. يحاول هنا رجال الأمن السيطرة على الموقف وعودة الهدوء إلى ملعب اللقاء. مباراة تلعب في الأسبوع الرابع وتعادل إيجابي 1-1، ولدينا 25 دقيقة متبقية على نهاية أحداث المباراة. يعني لا ندري ما هو سبب هذا البركان، بركان من الغضب يأتي من قبل جماهير النادي المصري البورسعيدي مع سقوط احد افراد الجهاز الفني لدى فريق سموحه على ارضيه الملعب. نتمنى له السلامه. هنا حوار اللاعب احمد ابو مسلم لاعب فريق سموحه كما نتابع احد بدلاء فريق سموحه في هذا اللقاء، يتحدث مع حكم المباراه ابراهيم نور الدين وكذلك لاعبي فريق النادي المصري البورسعيدي، وطارق سامي حكم الرابع هو الآخر هنا يتحدث مع نزول أيضا حسن نصر مدرب حراس المرمى في فريق النادي المصري البورسعيدي. مباراة متوقفة الآن، نتمنى أن يكون هناك هدوء من قبل طاقم التحكيم وكذلك لاعب الفريقين وطاقم التحكيم اللي بيتواجد في منتصف الملعب. ومحاولة من رجال الأمن لإخراج يعني المنفلتين وإخراج الخارجون عن القانون بالتأكيد وعن الروح الرياضية. لدينا الزميل محمد غندر هناك في ملعب اللقاء كمراسل من قلب الحدث يتواجد، فبالتأكيد ستكون لديه أسرار وكواليس عن أحداث المباراة سواء في الشوط الأول والشوط الثاني والدقائق التي حدث عندها الانفجار
الغضب من قبل الجماهير الحاضرة هنا في ملعب المباراة في استاد النادي المصري. طموحة هناك سقوط لأحد أفراد الجهاز الفني كما نتابع على ما يبدو أنه المدرب العام أسامة يوسف، نتمنى له السلامة. ورجال الإسعاف هنا ما بين الأهلي والداخلية، نتمنى أن تمر المباراة على خير. وهنا بدلاء فريق سموحة، ولدينا على الصورة هنا الجماهير التي تتابع لقاء عشاق النادي المصري، رابطة النادي المصري كما هي أمامنا على الصورة. يعلن عن تعادل المصري البورسعيدي مع سموحة بهدف مقابل هدف، تقدم عبد الله السيسي في الدقيقة 13 وتعادل مركب أبواء في الدقيقة 33. يرتفع رصيد المصري إلى 6 نقاط بينما يرتفع رصيد فريق سموحة إلى نقطتين. مشاهدينا سعدنا بكم عبر أحداث هذه المباراة ومن خلال 90 دقيقة لشاشة وقناة مودرن سبورت. نلتقي بكم وإياكم في لقاءات قادمة، دمتم في أمان الله وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. بس ثابته يعني انت اتعملت وبشكل يعني عرضي دخل رقم 14 ماركو بوا حط الكره بدماغه بشكل كويس جدا، وانا بعتقد انه ما لمسهاش آه. لا شفت تاني، انا اعتقد تاني انا قلت له انت اعتقد انه ما لمسهاش. طبعا النهارده لازم نشيد باداء الشناوي كان رائع، كان رائع بصراحه النهارده. لا انا اعتقد انه لمسها، ايه انا اعتقد انه لمسها. بص يعني انا بس فيش الكره ما غيرتش اتجاه يعني لا لو جت ممكن طب نعملها مسابقه. طيب مسابقه فعلا حاجه، عايز اقول حاجه. بص خد بالك، بص لو عدى ثانيه واحده بس هتلاقي ان هو حرك دماغه بعد ما الكره عدت. بس زمايله اعتقدوا، ما مش مشكله، هم زمالهم مبسوطين ان الكوره دخلت جون وخلاص. يعني انت شايف لو كان في كاميرا خلفيه كنا اكيد كانت وضحت لنا جدا، لكن انا فعلا انا اعتقادي لا، انا معاكم بقى في يبقى الهدف مش اللي سجله مارك حمودي، اللي سجله بي عبد الله السيسي بشناوي، وما تنسوش حمودي لاحظ الهدف، احنا قلنا مش هو يعني.